نيجي لبرج الميزان. برج الميزان الفترة دي عنده حلوة جدا جدا جدا، وعندهم سفر، يعني في حتى لو هم سفر داخلي بيجروا بيسعوا له، عايزين ينبسطوا، اوكي. وعندهم قرار عمليا، عندهم قرار او موضوع هيخلص خلاص، او اتمضى، او سفريه بيسعوا لها بره فيها شغل هتخلص او اتمضت، او هيجي لهم مكالمه بخلاص يلا كونفيرم الدنيا ظبطت، عندهم رد في حاجه هتفرحهم، اوكي. وهم الفتره ديت واقفين على الارض صلبه، يسعوا لدوت ويجريوا له، ما بلاش يأخروا نفسهم لأنه برضو شكاكين وبيقعدوا يفكروا كتير.